حد حيد حيد نطق في راسك وين ما اشتغل حق بيه اشتغل حق لي به والله ما في وقت يا ولد يا ولد ما حد جايب انك قاعد تسولف يلا يلا جاوب بس خله بسم الله بحور بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم اخونا ابو فجر سم لماذا انت مع الشباب كلهم تعاونهم وتفزع لهم ايش اللي يدفعك على هذا الشيء ادري انها بتقول فطره وكذا بس انت يعني في هذا الامر اوفر وانا اتمنى ان يكون زيك والله اتكلم جد سلامتك انا طالبك تغير السؤال طالب طيب خلاص لماذا انت غير نشيط يا اخي اعطيك سؤال يصير جواب عليه طيب انا ما اشوفهم الا اخواني انا ما اشوفهم الا اخواني واللي يحب نفسه يقسم بالله احب كل واحد فيهم والله يعلم بينك لكل واحد طلع من هنا نضيق عليه ونحزن وتعرفون هالحزن يمر على الجميع وكل اخواني يحزنونك يمكن اكثر مني وماني الا انا اخوكم حيض الله عاش طيب رجل ليه انت سريع الانفعال في شيء شراره على طول على الشيء اللي ضيق والله استضيق الشيء الحار اللي زعل نزل عليه والله الشيء بس ترى الدنيا ما تسوى يا ابو غجل لا في شيء زعل لا في ناس مثلا شوف احنا نشوف اشياء عاديه انت على طول تنفعل لنا في ناس تحسبها برا امور كارثيه الله يبارك فنحسب اللي برا يمكن اكثر من هنا كل ترى وراء بشر سمي ابو خير ابو فجر ما نبغى صفق والله اللي تبون والله اليوم كتاب مفتوح والله تكفون يا عيال رح ما نبي تصير ترى افتكر لا لا سوي ابو تركي ناويني بس جاهز لا يلا. والله اني ماني مرتجي عندك استعداد انك حتى انك لو ما استفدت من البرنامج ماديا ترجع لوظيفتك الاولى انا امنيت اني ارجع ليش فصلت شو اللي منعك ليش ما طلعت من الوظيفه كان وقت حج وما كان في اجازات تعرف المطار وقت الحج الذروه ما مستحيل يسمحون باجازه ولو كانت بدون رصيد بس طيب انا امنيتي التجاره والشغل الحر اتمنى لكن اسال الله انه يوفقك يا ابو فجر وياك يا ابو فجر وش الشيء اللي باقي مخبيه عنا ابو فجر مخبيه عنا في الواقع في الريال وشو والله ما هو يعني صايد عندك يا ابو فجر باقي ما ظهرتها لا لنا ولا للمشاهد في مثل قصايد الناس يقولون مقل ما مقل انا اشوف انها قصايد غزل يمكن ما احبها تكون على الشاشه شخصيا هي ما فيها شيء انا ممكن اغني اغاني عادي لكن في قصايد غزليه ممكن ما احب يعني تحفظ فيها احد يسمعها او من اقاربي او من شيباننا او لانها تحسب عليه تالي يا سلام عليك الله يسعدك ادع الله ان ينتهي الوقت وما تجيني حمد والله يا ابو فجر انا ما في بالي شيء معين لا اسال ابو تركي اللي براسك خلنا احاول اختصر قد ما اقدر انت كان عندك طموح وكان لك هقوه في البرنامج ومشاركتك فيه وكان لك اهداف من دخولك للبرنامج هل حققت او وصلت هل حققت اهدافك هنا او ترى ما اسمعك والله بلال ابو حصه خلنا اسمع بس تكفون والله ما اسمع ترى والله وصلنا هنا يا شباب مره هل حققت اهدافك اللي هنا او وصلت لها او وصلت لطموحك او قربت من وصول يعني الاهداف اللي انت بتوصل لها من خلال هالبرنامج استفدت بمعنى ما راح مشاركتك ندم وكذا لانه انت فاصل من وظيفه وشغلات كثيره مسويها عشان البرنامج لا انا طموحي او طموح إيه متشعب مره كطموح متشعب. كطموح ابو تركي انت بجزها كطموح هو الطيران عالم اخر إيه؟ من البرنامج لا لا لا. اني اوصل اللي اوصل الخطوه الاولى اللي هو ممكن الجائزة اللي تعيني هي 300,000 منها 250,000 هي دراسة الطيران 250,000 ريال لمدة سنتين يا سلام أتمنى أني أخذ المركز الأول لأجل هالشيء بس يا سلام يا سلام يا سلام الله يهنيك جميل جدا إن شاء الله يساعدك ويحقق لك أمانيك من قبل فرصتك لكن أنا أرجع من تعرف عندي مكالمة شوية ضرورية أنا أبو فجر سم. انا شخص دراسة. انا شخصت الشخصيه دي عشان اسالك سم الله يوفقك اول شيء وياك ابو سعد وين صوت ابو فجر وين صوته في الشيلات صوتك زين وانت عارف ان صوتك زين بترجع ولا لا لا كحه والله وين صوت ابو فجر زين وهل ابو فجر بيدشن شيلات او بيشيل شيلات نعم في شيله موجود وانت عارف الشيء ذا اما الثقه بالصوت ان شاء الله انها موجود لا صوت انت تعترف واللي دعمني واعطاني الثقه ترى انتم
خلاص والله انا قبل ما والشيله موجوده وانت عارف ابو سعد ان في شيله موجوده اكيد اكيد مليون وعد وعد باذن الله خلاص سؤال اخذ سؤالي ذا بس عندي سؤال ثاني بتسوي ديوان ديوان شهري خارج البرنامج داخل البرنامج لا الحين ارجع ولماذا ارفض ان اكون مقيد بشيء ما اي حاجه شخصيه ارفض اني اكون مقيد يعني صح. الله يوفقك القناه الشخصيه خلاص السؤال الاول اجابته نعم او لا السؤال الثاني تقدر تجاوب عليه بطريقه تم اللي تبي السؤال الاول ندمان انك تركت الوظيفه وشاركت في البرنامج هذه اجابته تكون نعم او لا بدون ما تعطيني مقدمه لا فيها بس ودي تعطيني نعم او لا السؤال الثاني طيب نبره الحزن في صوتك تغلب عليه ليش طيب السؤال الاول بس برد عليه بحاجه واحده اقول نبره الحزن تغلب على صوتك ليش ما احس انها انا ما ادري انت تشوفونها في اخوكم بس يمكن شيء عانيته سابقا وبقى داخلي ولا هي امور ترى منتهيه الناس ما لها مني الا الابتسامه والله فعلا احنا ما نشوفك الا انسان يعني متفائل وضعك ترى معنا انسان ضحوك وكذا بس اذا جيت تتكلم بشكل جدي احسك فيك حزن مره يمكن اخذت ملامح كنت تتكلم الحين قبل شوي انا اشوف حزين يمكن لا والله الامور طيبه لكن يمكن امور الدنيا اللي مرت بي ظروف خلتني لها طيب السؤال الاول نعم او لا والله لا يحييها السؤال الاول في شيء نعم او لا والله لا يحييها نعم نعم خليك امنعني من اسلم يا غازي انا اقول سؤالي لابو فجر ابو فجر اتى للبرنامج ليقدم نفسه كشاعر او منشد او اللي يحب المشاركه فقط كشاعر او منشد او شاعر ومنشد ومشارك اشهد بالله بس السؤال الاول نعم او لا ليش هل ندمان انك شاركت لا ندم لا نعم تقول انه ماني ندمان نعم هل انت ندمان انك شاركت لا ماني ندمان لا هل انت ندمان انك تركت الوظيفه وشاركت تكلم تركت الوظيفه ايوه ترك الوظيفه اكبر قضيه عانيت منها ويمكن يعرف منها ابو جخير وابو حور ومحسن يمكن انت بعد تكلم كذا ندمان يعني ندمان على ترك الوظيفه نعم لان ما اقدر يعني ما ابغى اتكلم شيء انه في امور اسال الله سبحان الله يعوض البرنامج هذا ان شاء الله يكون فاتحه خير لك الله كريم وصدقني ان شاء الله انك انت انسان موفق صدقني تلاقي الوظيفه اللي الله بيعوض اطلق منها لانك بار في والديك اللهم امين عسى الله يوفقك واحنا نحبك كلنا يا محمد الله يحبك يا بعد راسي يا قال يا بعد راسي والله يا ابو حاضر صل على الحق اللي يعني اللهم امين اسمح لنا نظرني بعض انتهى قولوا امين دقيقه غازي قولوا يلا هذا الساعه المباركه ان الله يرزق اخونا محمد الرزق الحلال وان الله يكفى شر من شر وان الله يرزقنا وياه وان الله اسال اللهم اني اسالك باني اشهد ان لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي وترحمني ولاخواني المتسابقين اللهم انت الله لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم انت الله ربي لا اله غيرك اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين امين قولوا امين يا رب امين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم ارحم العجماوات والارض اللهم امين غازي ودعاءك الله سبحانه وتعالى في السماء الدنيا باذن الله الله يجزاك خير يا ابو حر بس انت بديتها بالدعوه لمحمد المطيري اي لكن وين وصلنا دعاء لنا كلنا تم دعاء بالغيث الله يبيضك قال ذكر ادعيه وانا بنذكركم واذكر نفسي واذكر الناس اللي وجهك ابو فجر صلاة الله وجهك والله لا وجه صلاة الوتر يا ابو وجه خير شباب حنا والله مرات حنا نصلي الوتر ومرات بعد والله ما نصلي الوتر ننساها والله اللهم اشف عبد الله بن جليغ اللهم اشف عبد الله بن جليغ اللهم اشف ترى عنده الم في انفه وانتم ما تعلمون اي والله اللهم اشف عبد الله بن جليغ اللهم امين جايك ترى والله نص الشباب مرضان والله صادق ونحسب انهم ترى العافيه نعمه والحمد لله يوم الله سبحانه اعطاك هذه العضلات وهذه النعمه ما ما شاء الله ترى بيعطبك اقول ما يمرض ولا شيء انا اسميه الهايلوكس محمد لانه يطلع من السلامه اتش دي متجدد ما شاء الله اقول ما يمرض بسم الله ما شاء الله